سهرة في جمال كرة القدم، دور الستاشر، يعني دور الستاشر في الشامبيونز الأوروبي بالحلاوة دي، أمال دور التمانية وقبل النهائي والنهائي. النهاردة كان في سهرة في إيطاليا، إنتر ميلان كان مستضيف أتلتيكو مدريد، فريق جاي رخم. أتلتيكو مدريد يقول لك أنا هرخم عليك وهستناك في أسبانيا الماتش اللي جاي، هو طريقة لعبه كده، الخطة كده، إن بيلعب تقريبا بتسعة والحارس ومهاجم واحد قدام. الشوط الثاني غير بس المهاجم وعمل تغييرات، لكن الانتر هجوم سريع، هجوم رائع، سرعة الانطلاق، لكن ما كانش فيه الهدف بصراحة. الشوط الأول 3 4 أهداف ضايعين، الشوط الثاني زيهم بالظبط، قدروا يخطفوا الهدف في الدقيقة 79، أرنوتوفيتش اللي هو نزل مكان ترام المهاجم، نزل من الشوط الثاني، قدر ضيع اهداف بصراحه، ما تضيعش لكن سجل، اهم حاجه المسجل يعني. طريقه لعب الفرقتين 3 5 2، لكن الثلاثه اللي ورا في الانتر هم بيبداوا هجمات، وفي خمسه في وسط الملعب بينطلقوا بسرعه مع المهاجمين. الشوط الاول كان ماركوس ترام مع لوتارو، النجم الرائع بصراحة. الناحية التانية أتلتيكو مدريد بيلعبوا 3 5، خمسة واقفين، بيلعبوا 3 مدافعين، في خمسة وسط ملعب واقفين ما بيكملوش، هو بس غريسمان ولونيرتي اللي كانوا بيجروا لقدام. هم صوروا الشوط الأولاني ما ضيعوش فرصة، أتلتيكو مدريد الشوط الأولاني ما ضيعوش فرصة، زي أنا ما قلت لكم بيلعب سيميوني، هو لما كان بيلعب وهو كان لاعب كان مدافع في وسط الملعب رخم رخم وشرس، هو اتلتيكو مدريد تشوف مستواها تقول المدرب بتاعها هو سيميوني، في شراسه، في دفاع، في رخامه، زي ما قلت لكم بيلعب بطريقه هرخم عليك وهستناك الماتش اللي جاي في اسبانيا. وخلي بالك انهزم 1-0، من رايي الخمس ست فرص اللي جم لانتر ميلان انه يطلع مهزوم 1-0 مكسب ليه ويقدر يعوض على ملعبه. زي ما قلت لك الشوط الاول انتر بيلعب على المكان الضعيف اللي كان فيتسل اللي هو ناحيه الشمال، ناحيه اليمين بتاع اتلتيكو مدريد، الانتر بيهجم ناحيه اليمين بتاع اتلتيكو مدريد، كان فيتسل اصل اللاعب وسط ملعب بيلعب مدافع عشان المدافع غايب، ف بيلعب في قلب الملعب دفاع، ما عندوش الشغله دي، ما اشتغلهاش كتير عشان يلف ويرجع يرتد، في تاخر لان لعيب وسط ملعب اصلا. فكانوا بصراحه ترام خطف منه كورتين وعملهم للوتارو الشوط الاول ضيعهم. الشوط الاول الاخطر الانتر كان هو الاخطر، واتلتيكو كان التركيز بيفكر في الماتش الثاني ويطلع تعادل في الماتش بتاع النهارده. سيميوني بعد 10 دقايق من الشوط الثاني نزل مرات على اساس يبقى ليه شكل هجومي، ورجع غريسمان تحت شويه، وطلع لاعب وسط ملعب زي ساول، حسينا شويه اللحظه بس الدقيقه حاجه و50، الدقايق اللي لسه كان بادئ فيهم مرات حسينا بالفرص، فرصه واحده وكورنر، مش فرصه، كانت في محاوله وبعد كده خدوا كورنر، حسينا لمده دقايق بسيطه ولكن الانتر كان اقوى. الماتش ماشي في اتجاهين، الماتش النهارده كان ماشي في اتجاهين، الانتر بيحاول بكل الطرق مع الفضل في كده، السرعه للانتقال للهجوم، بس زي ما قلت لكم غاب التهديف، هو وصلوا للمرمى بس غاب الهداف، جابوا هدف واحد وضيعوا حوالي 6 اهداف. اتلتيكو التركيز على قفل المساحات، اتلتيكو مدريد ولاعب واحد في الامام بيطلعوا عليه، وزي ما قلت لك الخطه منتظرينكم في اسبانيا. في جمله حلوه قوي للمباراه دي وانا بتفرج عليها طلعت مني تلقائيه، الانتر عندهم انطلاقه هجوميه، يعني لما مثلا بيقطعوا الكوره بينطلقوا للهجوم اسرع من ارتداد اتلتيكو مدريد. احنا عارفين لما انا الانتر اتلتيكو مدريد معاها الكوره، لما اقطع الكوره الانتر محتاج الانطلاق بقى، يروح بسرعه
لان اتلتيكو مدريد ما يلحقش يرجع. فالانتر كان متفوق في دي، لما كان بياخد الكوره بيعمل انطلاقه رهيبه، اللعيبه بتلعب بسرعه وفاهمين بعض قوي، ما كانوش بيقدروا بقى اتلتيكو مدريد ما كانوش بيقدروا يرتدوا. عشان كده الهدف جاء تقريبا انفراد من نص الملعب، عندهم سرعه الانطلاقه ما قدروش يرجعوا، رجعوا جابوا كوره جون في مرماه. طولت عليكم، اعمل